can fly. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم وسام، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم راح اشرح لكم كيف تلعب جنجلر، تتحول من جنجلر نوب لجنجلر محترف. فاذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك. وبلا ما نطول كلام خلينا نبلش. هلا الخطوه الاولى اللي لازم نعرفها انه مو كل الهيرويات فيك تلعبها جنجلر. يعني هلا الجنجلر لازم يكون عنده اول شيء موبيليتي، يعني الحركه، انه بيقدر يتحرك بسرعة، بيقدر ينط، بيقدر يساوي داش، بنفس الوقت انه يكون قادر ياخد الوحوش الغابة بسرعة ويساوي جانج بسرعة كبيرة. الجانج اللي ما بيعرف هو الانتقال من لين للين ويساوي مثل انه هجوم مباغت على الاعداء، هذا هو الجانج. فمثال على هذا الشيء، هلا مثلا في كثير عالم تلعب ناتاليا جانجلر مع انه ناتاليا ما بتشتغل جانجلر. طب ناتاليا ليش ما بتشتغل جانجلر؟ ناتاليا مع انه عندها موبيليتي وعندها سرعه حركه وبتقدر تنتقل من لين لين بسرعه. مشكله ناتاليا كجانجلر انه ناتاليا ما بتقدر تاخذ وحوش الغابه بشكل سريع، فهي اكبر نقطه ضعف بالنسبه لناتاليا. مشان هيك ناتاليا حرام تلعب جانجلر. والعكس بينطبق على روجر على سبيل المثال. مثلا روجر في عنده سرعه حركه، بيقدر ياخذ وحوش الغابه بسرعه، بيقدر ينتقل من لين للين بسرعة، فمشان هيك روجر بيشتغل كجنجلر. هي هيك بنكون خلصنا من الخطوة الأولى. رح أرجع أعيدكم إياها باختصار. أول شي لازم البطل يقدر يتحرك بسرعة كبيرة، ثاني شي يقدر يتحرك من لين للين، ثالث شي إنه يقدر ياخذ الوحوش بشكل سريع. طيب هلا هيك رح قدرنا نعرف مين الهيرو اللي لازم ناخده كجنجلر، وعرفنا شو الشروط الأساسية اللي لازم نتبعها. هلا خلينا نروح على الكوستوم مود ونشوف كيف لازم نفرم. هلا أول شي مثل ما بتعرفوا بالتحديث الجديد التغى سلاح الغابة، صار في عوضه بوت الجنجل او الجنجل ايتم بس مطور، يعني بتشتريه مع البوت. فاول شي لازم تختار واحدة من هدول الثلاثة. اول واحدة بتعطيك سرعة لإلها وبتخفف سرعة الخصم، تاني واحدة بتخفف دفاعات الخصم وبتقوي هجومك، ثالث واحدة بتنقص دم الخصم بتهيلك. فانت بتختار على حسب انت شو بيناسبك، يعني هلا هي بترجع لإلك. حاول جربهم دائما، فوت على الكوستوم جربهم الثلاثة، شوف شو بيناسبك انت وشو بيناسب البطل اللي انت مختاره. انا بالنسبة لي باخذ لروجر الواحد ضد واحد اللي هي هي، يعني بتخفف دفاع الخصم. بناخذ اول شيء، تمام؟ اتفقنا على هي الخطوة. اول شيء بناخذ بنقي جنجل ايتم. بالتحديث الجديد كمان صار في عنا مشكلة انه الجنجلر ما لازم ياخذ مينيونز، يعني انت كجنجلر لازم ما تقرب على مينيونز وما لازم تضرب المينيونز، لانه انت بس تضرب المينيونز انت لا عم تاخذ جولد ولا عم تاخذ اكس بي، عم تاخذ شيء بسيط كتير وهيك عم تضيع وقتك على الفاضي. فانت لازم دائما تعتمد على الوحوش الغابة بالفارم تبعك، ما لازم تعتمد على المينيونز مثل ما كنا نعتمد من قبل انه ناخذ المينيونز اول شيء بعدين نروح ناخذ البفات. لا، هلا هيك ما عاد يمشي الحال. فلازم دائما تاخذ الوحوش الغابة وتفرم على طريق وحوش الغابة. هلا اول شيء شلون بدنا نفرم؟ شلون بدنا ناخذ وحوش الغابة؟ هلا على حسب البطل اللي انت اخده، في ابطال بتعتمد على المانا كثير وفي ابطال ما بتعتمد كثير على المانا كجنجلر. هلا روجر من الابطال اللي بتعتمد على المانا كثير، فاول شيء رح نبلش بالبلو باف، ناخذ البلو باف. بعد ما اخذنا بالبلو باف بنروح على الريد باف. بعد ما خلصنا الريد باف بناخذ الوحش الصغير يلي هون، وهيك بيكون صار ليفلنا 4. بعد ما يصير ليفلنا 4 هون نحن بنقرر. هلا في عندك خيار من خيارين. هلا انت اول شيء بعد ما خلصت هون انت قريب على البوت لين، ففيك تساوي جانك على السريع على البوت لين، تمام؟ هون بتحاول تقتل الخصم اللي بالبوت لين، قتلته كان بيها، ما قتلته بتكمل فارمك، بتاخذ الكراب وبترجع بتاخذ الوحش الصغير اللي هون. بعد ما تاخذ وحش الصغير اللي هون انت اقل شيء صار ليفلك 5، هيك بيكون يلي ضدك الليفل تبعه هون ما يقارب الاربعة او هلا فاتوا بالاربعة، يعني انت سابقهم بليفل. فانت فورا بتحمل حالك وبتروح على الميد لين، بتحاول تساوي جانج على الميد لين، بتحاول تقتله للخصم اللي ضدك، قتلته كان بيها، ما قتلته عادي، بس ما بتقرب على المينيونز. هلا وقت تاخذ المينيونز انت بتاخذ الفارم يلي الفريق اللي معك، او بتكسر الليفل يلي معك. حاول لا تقرب على المينيونز ابدا. هي كخطوه اولى. في عندك استثناءات. هلا احيانا بالجنجل تكون انت جنجلر والخصم عندهم رامي، فانت لازم دائما تحاول تساوي جانج على الرامي، لانه الرامي اذا صارت ليت جيم اللعبه او اللعبه تاخرت شوي صارت بالدقيقه 15 او 18، فالرامي صار فول بيلد، والرامي بس يصير فول بيلد بيصير خارق كثير، يعني بصير دمجه كثير كثير عالي. فهذا الشيء لازم انت ما تسمح فيه بما انك انت جنجلر، فانت لازم دائما تساوي جانج على الرامي تبع الخصم. هلا في خطوة تانية كجنجلر، انت لازم دائما تركز التورتل وين او السلحفة وين، ودائما لازم تحاول تساوي جانج او تكون قريب من السلحفة، تمام؟ هي اول، هي خطوة كتير كتير مهمة. يعني هلا مثلا اذا كان الرامي بالتوب لين، تمام؟ هون
والسلحفة في تحت بالبوت لين، بتحاول دائما تكون قريب من البوت لين، وكل شوي بتطلع عند الرامي، بتخفف طلعاتك لعند الرامي لانك لازم تكون انت قريب من السلحفة. ليش؟ السلحفة بس تاخذها بتعطيك كود لإلك ولتيمك، فلازم ما تخلي الخصم انه ياخذ السلحفة، وتحاول دائما انت اللي تاخذ السلحفة. طب ايمت الوقت المناسب انك تاخذ السلحفة؟ الوقت المناسب انك تاخذ السلحفة عندك واحدة من تنتين، يا اما تكون قاتل الجنجلر تبعهم وتروح تاخذ السلحفة وهو ميت، يا اما وقت تكون شايف الجنجلر تبعهم بالتوب لين والسلحفة بالبوت لين، هون الجنجلر بعيد عنك فبتحاول تاخذ السلحفة بهذا الوقت. لازم دائما تحاول ان تاخذ السلحفة، ما تخلي الخصم ياخذ السلحفة، يعني السلحفة شيء مهم كتير كتير بالنسبة للفريق ككل. هلا الشيء الثالث المهم كجنجلر، لازم دائما تحاول تاخذ جنجل او وحوش الغابة تبعات الخصم، يعني لازم دائما تحاول تكسر الخصم، تكسر الفارم تبع الخصم بحيث انه ما يقدر يفرم، فبتروح بتحاول دائما تاخذ الوحوش تبعات الخصم. واهم شيء، اهم شيء تحاول تاخذ البفات تبعات الخصم، لانه في مثل ما قلت لكم اول شيء في هيرويات بتعتمد باعتماد كتير كبير على المانا، والبلو باف هي كتير مهمة بالنسبة للمانا، فاذا انت اخذت البف واخذت المانا تبعه للخصم او للجنجلر اللي ضدك، فهيك بتخفف الضغط على الفريق تبعك، بتخلي الجنجلر تبعه ما يساوي جانج على الفريق تبعك. هلا الشيء المهم كمان انه دائما تحاول تخلي عينك على الماب. ليش؟ هلا الماب كتير كتير مهمة، يعني هلا مثلا انت بالميد لين تمام، شفت الجنجلر رايح على البوت لين، هو ناح السلفة ورايح على البوت لين باين معك على الماب، ففورا بتلحقه او بتعطي انذار للبوت لين بتقول له انه ينتبه، او بتحاول تلحقه وتساوي جانج عليه، وهيك بتكون كسبت الفايت لانه الاعداء ما توقعوا انه انت تكون موجود كمان معهم. يعني باختصار وقت تشوف الجنجلر قريب منك حاول الحقه ولا تخليه يساوي جانج على الفريق تبعك. اما بالنسبه لللورد فالوقت المناسب انك تقتل اللورد هو وقت تكون قاتل الجنجلر تبعهم، تقريبا نفس مبدا السلحفه، يعني وقت تكون قاتل الجنجلر تبعهم تحاول تاخذ اللورد وتخلي التيم تبعك يساعدك، لانه انت بدك تاخذ اللورد لحالك فاللورد رح ياخذ وقت، بهذا الوقت ممكن الجنجلر تبعهم ينتبه ويجي لعندك، او الفريق تبعهم ينتبه ويجي لعندك، فلازم دائما تحاول انه تخلي الفريق تبعك يساعدك باللورد. اما بالنسبه للنقطه الاخيره فحاول دائما تساوي بوش وقت ما تكون تقدر تساوي فايت، يعني انت مثلا كنت عم تفرم بالتوب لين عم تاخذ الجنجل اللي هون تمام، انت هون عم تاخذ الجنجل بطريقه ما وصلت لهون وبدك تاخذ الجنجل اللي هون، فبعد مثلا طلعت هيك على الماب ام لقيتهم كلياتهم الفريق اللي ضدك بالبوت لين، الفريق كامل كلياته اللي ضدك بالبوت لين، فانت هون ما بتحاول انه تروح على البوت لين لانه انت لبين ما توصل للبوت لين بيكون الفايت خلص، فانت بهذا الوقت بتحاول تساوي بوش لأقرب لين لإلك. وفي نقطة صغيرة كمان بسيطة ألا وهي حاول دائما تنتبه على الفارم الفريق يلي ضدك، يعني وقت تشوف واحد من الفريق اللي ضدك بطل من الأبطال فارمه عالي حاول تساوي جانج عليه، لا تخليه يزيد الفارق بينك وبين الفريق، يعني دائما انتبه على الفارم يلي ضدك وفارم تبع فريقك، يعني إذا مثلا أنت مفرم 3000 جولد أما في واحد من اللي ضدك 2800 فحاول تساوي جانج عليه عشان ما يقدر يفرم أكثر، ما يصير في فرق بيناتكم او يعادلكم بالفارم. وهيك بيكون خلصوا النقاط اللي عنا. بصراحة يعني هي اهم الشغلات اللي لازم الواحد يعرفها اذا بده يلعب جنجلر. لحيد النقاط كاملة بشكل سريع، اول شيء تنقي البطل المناسب لتلعبه جنجلر، ثاني شيء تفرم بشكل صحيح، ثالث شيء تساوي جانج بجهة السلحفة، رابع شيء تساوي جانج على الماركس مان اللي ضدك او الرامي اللي ضدك، خامس شيء اللورد، سادس شيء تنتبه على الفارم اللي ضدك واذا كانوا سابقينك بالفارم تساوي جانج عليهم. هاي النقاط الاساسيه بالنسبه انك تلعب جنجلر وتكون جنجلر ممتاز. وبس لهون بكون خلص الفيديو تبعنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واذا انا نسيت نقطه اساسيه من النقاط اكتبوا لي اياها بالتعليقات، واذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك، تشترك بالقناه، وكان معكم وسام، بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.